رسالة نكتبها لكم بأيدينا الصغيرة البريئة المسالمة المشتاقة إلى العلم واللعب. مر علينا عام ونحن نعيش برعب وقلق وحرمان وتهميش. سلبت حقوقنا وانتهكت طفولتنا وصارت مشاهد الفرح مغيبة عنا ومشاهد القتل والدمار شريطا يتجدد أمام عيوننا كل يوم. إلى متى سيظل هذا الوضع المزري؟ ألسنا نحن جيلكم القادم ومن سوف يخدم الوطن مستقبلا؟ ألسنا مثل بقية أطفال العالم ينعمون بالعيش بأمان وسلام؟ تكبير محمد. الله أكبر. أجل لجانا يا محمد. نبديك يا تعز بالروح بالدم حيث أن كل التهيئات والإجراءات التقنينية والمطلوبة لزرع الثقة لم يتحقق منها شيء، فلا وقف إطلاق النار ولا توقفت العمليات العسكرية ولم تتم أي خطوة في موضوع المعتقلين والمخفيين، كما أن الحصار على مدينتنا ما يزال قائما دوننا حتى تعليقا من رعاة التجاور. إننا نستغرب من مثل هكذا وضع ونؤكد أن ما يجري ليس سوى مشهدا تراجيديا محزنا ناتجا عن عدم وضوح لحقيقة الأوضاع أو أنه مغالطة والتفاف من أجل إنقاذ قوى التمرد والانقلاب التي أصبحت في وضع أقرب إلى الانهزام والتلاشي. إن داب ميليشيات الانقلاب وتكرارها لعدم الالتزام بأي اتفاق أمر كاف لحسم الأمر معها من خلال دعم وتعزيز المقاومة الشعبية والجيش الوطني بما يمكنها من الحسم. أما التشاورات واللقاءات المتكررة فلم تعد ذات جدوى وليست سوى إضاعة للوقت وإتاحة فرصة للانقلابيين تمكنهم من إعادة تموضعهم والتقاط أنفاسهم ليعودوا مثل كل مرة عقب التهدئات والهدن أشد عدوانا وبطشا. إن مرور الأيام الماضية من يوم 10 إلى اليوم وما جرى فيها من خروقات من قبل الميليشيات للهدنة واستمرار للعدوان والحصار من عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من فتح المنافذ والطرق لمدينة تعز وعدم تثبيت وقف إطلاق النار، كل هذا كان كافيا أن يجعل القائمين والراعين اللقاءات والمشاورات يعلنون موقفا واضحا يضمن تقديم الدعم الكافي للمقاومة والجيش الوطني لحسم المعركة ميدانيا، إذ لم يعد التشاور في ظل هكذا وضع من جدوى. وعليه فإن كان لابد من التشاور فإننا نؤكد على ضرورة أن يتم ما يلي: أولا، وقف العدوان على تعز وسحب الميليشيات قواتها وفتح المنافذ والطرق دون قيد أو شرط. ثانيا، سرعة إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين وبصورة فورية. ثالثا، ضمان وسرعة حل مشكلة الجرحى المتطلب سفرهم خلال أسبوع كحد أقصى. رابعا، التعامل مع وضع تعز بصفة عاجلة وضمان تعويضها ومعالجة آثار الحرب عليها بصورة استثنائية. خامسا، إعلان آلية مزمنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 22/16 صادر عن قوى المقاومة 22 من شهر إبريل 2016. وشكرا جزيلا.